ننتقل إلى الكتاب الآخر. لو تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام المحدث الثقة أبو بكر الآجري ذكر ياقوت الحموي أنه ينسب إلى درب الآجر، محلة كانت ببغداد، وقيل ينسب إلى الآجر. سمع أبا مسلم الكجي وأبي شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري وأحمد بن يحيى الحلواني وجعفر بن محمد الفريابي والفضل بن محمد الجندي وأحمد بن عمر ابن زنجويه القطان وقاسم بن زكريا المطرز وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وهارون بن يوسف بن زياد وخلق كثير من أقرانهم، وكلهم من الحفاظ الأئمة المشهورين ترجم لهم الذهبي في طبقات الحفاظ، وروى عنه كثير من علماء الشرق والغرب، ورحلوا إليه بمكة مدة إقامته بها، فمنهم الحسن الحماني وعبد الرحمن بن عمر النحاس وأبو حسين بن بشران وأخوه أبو القاسم وأبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن أحمد المقري ومحمود بن عمر العكبري ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان وخلق كثير من الحجاج والمغاربة. وكان قد نشأ ببغداد وحدث بها قبل سنة 300، ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى توفي بها. قال ابن خلكان: أخبرنا بعض العلماء أنه لما دخل مكة حرسها الله أعجبته، فقال: اللهم ارزقني الإقامة بها سنة. فسمع هاتفا يقول له: بل 30 سنة. فعاش بها مجاورا ومحدثا ومتعبدا 30 سنة. كان إماما عالما صاحب سنة واتباع، محدثا قدوة، دينا ثقة، له تصانيف كثيرة منها 40 الآجرية والشريعة في السنة وأخلاق العلماء وغيرها. توفي أول يوم من المحرم 60 و300 من الهجرة بمكة، ودفن بها رحمه الله. قال الخطيب البغدادي: حدثني محمد بن علي الصوري قال: توفي أبو بكر الآجري في المحرم 60 و300، قرأت ذلك على بلاطة قبره بمكة. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: أحق ما ابتدأت به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه، فأنا أحمده به الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. نعم، هذه من براعة الاستهلال لأحمد الله جل في علاه. وهو هنا الاعتراف بالجميل: الإنسان أسير الإحسان، وأنت أسير لربك جل في علاه. إحسان الله جل وعلا ما تركك لا صباح ولا مساء ولا ليل ولا نهار. إن إحسان الله جل في علاه وأنت في بطن أمك، ثم إذا خرجت بالدنيا كأولاك بعنايته سبحانه جل في علاه، وجعل لك السمع والبصر والأفئدة. وقد قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وأن الله جل وعلا ابتدأ الإحسان لك ومنتهى الإحسان إلى الله جل في علاه. وإن لم تحمد الله على النعائم التي تأتيك تطرى، فاحمد الله على نعمة هي أعظم النعائم عليك، أن أنبتك الله جل وعلا نباتا حسنا وجعلك مسلما. فإن النجاة بنعمة الإسلام، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. وإن المصنف جزاء الله خير الجزاء يؤدبنا كيف نتأدب مع الله جل في علاه بأن نحمد الله على كل شيء. فحمد الله جل في علاه من أعظم الطاعات وأعظم العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحب ما يكون إليه الثناء، تثني على الله ما هو أهل له. وإن الله جل وعلا مدح أنبياءه بهذه الصفة العظيمة، هذه الخلة الراقية السامية، وهي الشكر لله جل في علاه. قال في حق نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال في حق إبراهيم عليه السلام: شاكرا لأنعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت كيف ترجم الشكر لله جل في علاه؟ فكان يقوم تتورم قدماه، فتقول عائشة: إنك عبد قد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر، ماذا تفعل؟ فقال: أفلا أكون
عددا شكورا، لذلك ابتدع بحمد الله جل في علاه. وهذه لها نقطة عظيمة جدا ولفتة راقية، هو أن الشكر يدل على الإذعان والانقياد وإقرار القلب بالمنعم. والأمر الثاني بأن الشكر هو حصن للنعائم واستجلاب لكل الخيرات. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تكون الزيادة إلا مع ثبات الأصل، لا تكون الزيادة بحال مع الأحوال إلا مع ثبات الأصل. والحمد إذا أفرد دخل تحته الشكر، وإذا أيضا إذا اجتمع افترق، وإذا اجتمع معه الشكر كان الحمد معنا والشكر معنا. وقد فصلت قولي فيه كثيرا في الكتب التي قدمتها، فننتقل سريعا إلى الكلام على المقدمة. والإخوة ترجع فتسمع المقدمات التي بدأتها في التسمية والحمد في الكتب التي شرحناها. تفضل. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على البشير النذير. طبعا ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ترابط أيضا وثيق، فأنت في الأذان لابد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله جل في علاه لم يثني على الله خيرا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعجل هذا، لم يتخذ الاسباب التي هي يستجاب الدعاء. والدعاء مرهون بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وان العلماء قد اختلفوا في وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على الديمومه ما هي مره واحده في الحياه، وان كان الحق ان الوجوب مره واحده، ان سمعت الصلاه ان تصلي عليه، لكن هل يريد المرء ان يتهم بالبخل والبخل لا يجتمع مع الايمان الكامل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل: اتدري من البخيل؟ او قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وأن السلام يقول: بشرني جبريل أن من صلى علي مرة صلى الله بي علي عشرة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات. قد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، شطر صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فلابد أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت رفيقه بإذن الله في الجنة. لذلك الدارقطني قال: أحق الناس برفقة النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس صلاة عليه وهم المحدثون. أحق الناس برفقة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. ليلا نهار يكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ثنى أدبا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا قلنا لا يقبل المرء عند ربه إلا بالتوحيد، والتوحيد التوحيدان: توحيد الإله وتوحيد الاتباع، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام، المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك محمد صلى الله عليه وآله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، رزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، إنه سميع قريب. هنا الآن أحالنا على المريء ثم حذر من أمر مغبات الأمر في اتباع الهوى. قال: الإحالة على المريء وهو أصحاب الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء الذين أتوا من بعدهم بإحسان يتمسكون بما تمسك به الصحابة. ثم استعاذ الله جل وعلا من الأهواء المضلة. فإذا غير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخير القرون كما بينا يكون اتباع للأهواء المضلة. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال: حدثنا معان بن رفاعة السلامي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وقد تعاضد بالطرق، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعلماء في فهم هذا الحديث يعني مناحي شتى، منهم من احتج به وهو ابن عبد البر، بين ان كل من حمل العلم فهو عدل، فلا يصح اخراج من العداله بحال من الاحوال. كل من حمل العلم فهو عدل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا خبر. قال
قال والخبر لا يدخله الكذب، الخبر لا يدخله الكذب. وهذا الذي تأثر عند ابن عبد البر فأخذ به الإمام ابن حبان على أن الأصل في المسلم العدالة، وعضد الأحناف ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشرف الهلال فجاءه رجل من الأعراب فقال رأيت الهلال، فقال له تشهد أنه لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال إذا نؤمر الناس فليصوموا. فقالوا هنا ما زاد عن العدالة بأن شهد له بالإسلام، وهو قد علم يخبر عن أمر الغرض المقصود. قال علماؤنا ومنهم ابن عبد البر كما قلنا إذا اشتهر المرء بالعلم فهذا عدل ولا يحتاج إلى تعديل الناس، والمحققون يرون التفريق بين من اشتهر بين العلماء بأنه يحمل العلم وينشغل بالعلم وقد استغنى بشهرته عن التعديل، وبين من اشتهر بين الناس بأنه يحمل العلم لكن لم يستغني عن التعديل، كمالك، كالشافعي، كابن عيينة، كالثوري، كأحمد بن زيد، كشعبة، كأيضا ابن عيينة، هؤلاء نعم أغنت شهرتهم عن البحث عن تعديلهم. إن سمعت في إسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر في الموضوع تبحث عن نافع، لا تبحث عن مالك، لا هذا قد استغنى بشهرته عن التعديل، غير هؤلاء يحتاجون إلى التعديل عند المحققين. أما ابن عبد البر يستدل بالحديث يحمل كل من كل خلف، يحمل هذا من كل خلف عدوله أنه خبر والخبر لا يدخل الكذب. إذا كل من حمل العلم كان عدلا. هو الحق أنك لو دققت النظر وعلمت أن الله جل وعلا يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، لكن الدين لا يعطيه الله جل في علاه قط إلا لمن أحب. لكن هناك علماء زاغوا وزاغت قلوبهم والواقع يشهد بذلك. لذلك لنا أن نقول بصر المحققين ونظر المحققين في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله خبر لكن يربي الإنشاء، خبر ربي الإنشاء. ما معنى ذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستمد الهمم أن العدول، أن الأخيار، أن الزهاد، أن العباد هم أولى الناس بأن إيش يمكثوا في مجالس طلب العلم، هم أولى الناس بحمل العلم لا غير هؤلاء، فيكون هذا خبر بمعنى الإنشاء. وهذا هو الراجح الصحيح أن الذي يحمل العلم يعني غالبه يكون عدلا، لكن لا يستلزم أن يكون كل من حمل العلم أن يكون عدلا، والواقع يشهد بذلك. الواقع يشهد أن هناك من حمل العلم وكان زائغا، بل الرجل الذي تنبلق أقطابه في النار بأنه كان يأمر الناس بالمعروف ويأتي المعروف وينهى الناس عن المنكر وكان يأتي فكان أصله في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيح أول من تصعر بهم النار عالم، فهذا ليس بعد لأن مأواه ومثواه النار، عالم تعلم العلم حتى يقال عالم وقد قيل فيزج به في نار جهنم. نعم. قال أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. الله أكبر. وذلك قال الثوري أعز الناس فقيه ورع، أعز الناس يعني أنظر الناس، فقيه مدقق محرر. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بحامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقال الثوري أعز الناس في هذا الزمان فقيه مدقق، قال فقيه ورع. قال محمد بن الحسين جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع، أمين يا رب العالمين، وتقوى بهم قلوب أهل الحق، أمين، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. نعم. هنا المصنف صدر الباب بمسألة مهمة جدا، يقول باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة. كما قلنا دائما الشرع يأمر الأمة الإسلامية على وحدة الاجتماع، على وحدة الصف، أن ينضوي الجميع تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرقة عذاب والاجتماع رحمة. فيذكر المصنف هنا الكلام على سبب هلاك الأمم السابقة الفرقة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن نصط الباب بالكلام على النظر إلى الغيب والاعتبار بالأمم السابقة. نصط الباب بقول ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قال السعيد من وعد بغيره والشقي من شقيه
في بطن أمه. فاللبيب إذا نظر إلى واقع الأمم السابقة لا سيما أقرب الأمم لنا أهل الكتاب، فإن الله جل وعلا قد نكل بهم أشد النكال وأنزل عليهم أشد العذاب والعقاب ووبخهم وقرعهم الله جل في علاه. فإن ورطة لما الهلكة لما العذاب لما نزل عليهم عقاب الله جل في علاه تترى تجد الإجابة سريعا. السبب الرئيس الفرقة، السبب الرئيس الفرقة، لأن السلام قد قال إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم، أو قال كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، الاختلاف والفرقة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبيب إذا وقف ونظر إلى غيره فاعتبر بما نزل على غيره من عقاب. قال الله جل في علاه مبينا ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولذلك أنت ترى ما من نبي إلا وذكر قومه أن ينظروا بما حدث للسالفين. قال الله جل وعلا: وما هي، بعدما ذكر ما حل بقوم لوط قال: وما هي من الظالمين ببعيد. أيضا قال شعيب عليه السلام يخبر قومه وينصح قومه أن ينظروا لما حدث لمن سبقهم، قال: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم لوط أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. وأيضا نصح مؤمن آل فرعون لآل فرعون وقال: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. وأيضا في قصة قارون انظر كيف السعيد من وعد بغيره: فخرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا، هذا الذي نريده شاهدا لما نقول، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. والناظر في الأمم السالفة يجد أن الله جل وعلا كما قلنا قد أنزل عليهم الهلاك والعذاب تترى، فله أن يسأل سؤالا واحدا: لما؟ قال الله جل وعلا بغيا بينهم: ما ترى من آية أثبتت لزوم العقاب والعذاب على هؤلاء الأسلاف إلا لأنهم قد اختلفوا على أنبيائهم ولأنهم طغوا وبغوا وتكبروا على الله جل في علاه وتكبروا على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع العذاب التي أنزلها الله الذي أنزله الله جل وعلا على هؤلاء قال الله جل وعلا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ولما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أنزل الله جل وعلا عليهم الصاعقة وقتلهم أجمعين. الغرض المقصود بأنهم بالطغيان والبغي على الرسل والتجرؤ على الله جل في علاه أنزل الله عليهم العقاب. فقال الله جل في علاه: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة. فالسؤال هنا كما طرحه المصنف: لما أنزل الله جل وعلا عليهم هذا العقاب الأليم وهذا العذاب الشديد؟ الجواب: للفرقة دون الاجتماع، وحدة الصف ما كانت عندهم، كثرة اختلافهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذه التي أودت بهم إلى التردي وإلى المهالك. والسبب الرئيس سببان: الحسد الذي حرك بعد ذلك البغي كما قال الله جل وعلا بغيا بينهم، أو قال الله جل وعلا: ود الذين كفروا من أهل الكتاب لما يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا، قال الله جل وعلا علة حسدا من عند أنفسهم. لذلك سنبين إن شاء الله الأسبوع القادم السبب الرئيس في فرقة هؤلاء واختلاف هؤلاء البغي والحسب، لأنهم قد بغوا على الله جل في علاه وعلى أوامر الله جل في علاه وقد بغوا على أنبياء الله، بغوا على موسى عليه السلام بالإيذاء، بغوا على هارون بالتكالب على القتل، وبغوا أيضا على عيسى وعلى يحيى وعلى زكريا، وأيضا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة على القتل والحسب أيضا. وهذا الداء قد دب في هذه الأمة كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيب هذه الأمة داء الأمم السابقة، فكان البغي مع الحسب، ووجد أكثر ما وجد في أهل العلم، وهذا الذي سنبينه حتى يقف اللبيب
ناظرا إلى هذه الأسباب كي ينحي نفسه عنها حتى يكون التآلف والتحاب والتحابب وأيضا التواد والنزول تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، لا التحزب ولا التفرق ولا النصرة لشخص دون شخص ولا النصرة إلا لدين الله جل في علاه بلزوم جماعة المسلمين. فما وصف جماعة المسلمين؟ هل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشخص نلزمه أم وصفهم بوصف إن توفر نلزم هذا الوصف؟ هذا لازم نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم بالكلام على أسباب الفرقة وأسباب الاجتماع. علنا نأخذ بأسباب الاجتماع علنا، لكننا سنقول حقا بأننا لابد أن ننظر للواقع بعينين، عين شرع وعين قدر. أما عين القدر لابد من الفرقة والاختلاف، لابد، مع أن عين الشرع تنهى عن الاختلاف ويبين الله جل في علاه أن سبب هلاك الأمم السابقة الاختلاف وأن سبب النجاة الاتفاق، وقال ونهى الأمة عن الافتراق وقال قدرا لابد من الافتراق، لأن سلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فكيف نؤلف ونجمع بين فهم القدر عندما قال الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأمة قدر الله الافتراق فيها والاختلاف، وأن الافتراق على مرتبتين، افتراق يحبه الله، نعم يحبه الله، كيف ذلك وقد قلت بأن العذاب كان سبب الاختلاف والفرقة؟ قلنا لا والله، فرقة يحبها الله وفرقة يبغضها الله جل وعلا. فإن كانت الفرقة مما يحبها الله جل وعلا كما سنبينها شرعا فإننا نأوي إليها، وإذا كانت الثانية الفرقة التي يبغضها الله جل وعلا لابد أن نفر عنها ونعلم أسباب هذه الفرقة وننحي أنفسنا منها، وهذا الذي سنفصله ونصدر به الباب الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستبيحكم أيضا إن أطلت عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.